We are glad to inform you that iRadio Shortwave to inform, educate, and entertain. Whenever you cannot access us on our FM channel, just tune to iRadio Shortwave and listen to news in English, Arabic, Zande, Nuer, Suluk, Dinka, Mutuko, and other informative programs. We can be found on these frequencies every Monday to Friday, 7,340 kilohertz from 7 a.m. to 8 a.m., 15,410 kilohertz from 7 p.m. to 8 p.m. iRadio Shortwave service, bringing news and information wherever you are. iRadio, your eye on South Sudan. راديو بيوفر لك الحصول على معلومات في متوازن وصحيح، أخبار محايد ومعلومات وبرامج تعليمية، وكمان يسعى إلى زيادة مشاركة للمواطنين بتاع جنوب السودان في الحياة المدنية في دولة تاعهم. أي راديو بيوفر لك آخر المعلومات التنفيذية عن اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان. أي راديو بيوفر المعلومات حول اتفاقية السلام، حنوفر لك الأخبار والآراء ومراجعات مختلفة أصحاب المصلحة والأطراف المشاركة في تنفيذ اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، والمزيد والكثير من أنحاء بتاع جنوب السودان. أي راديو هو تابع لمنظمة أي ميديا.